وللمتابعة ينضم إلينا من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي اليمني فارس البيل. سيد فارس، المؤشرات حتى الآن تشير إلى أن الطريق بات ممهدا إلى السويد بعد إجراءات بناء الثقة، فهل سيلغم الحوثي مفاوضات السويد بعد حصولها على مكاسب مثل إخلاء جرحاها إلى مسقط والحصول على اتفاق لتبادل إطلاق سراح الأسرى؟ إجراءات بناء الثقة لم تبدأ بعد، وربما هي محور أو إطار المشاورات كما توصل إلى ذلك المبعوث الدولي، بمعنى أنه سينقل إجراءات بناء الثقة التي كان يفترض أن تكون خطوات تمهيدية للمفاوضات السابقة في جنيف وبيل والكويت، لكن إنجازه الوحيد حتى الآن أنه يريد أن ينقل إجراءات بناء الثقة للنقاش في مفاوضات السويد، بمعنى أننا أمام مشهد لا نريد أن نتفاعل كثيرا، لكن حتى الآن فالحوثي استطاع أن يستحصل على عملية نقل الجرحى، وهي من كان الشروط الصعبة التي كان يضعها ومن العراقيل التي كان يفتعلها، ومع ذلك تسهلت هذه المسألة ووافقت الحكومة ووافقت التحالف على أن يجلى الجرحى الذين طلب الحوثي. واليوم المبعوث الدولي ذهب إلى صنعاء، وربما يصطحب الوفد الحوثي غدا إلى السويد، بمعنى أن التحالف والحكومة الشرعية قدموا الكثير من التنازل من أجل أن تنجح هذه المفاوضات، وإن نعم، كانت ولكن اسمح لي أن أقف عند النقطة التي أثرتها الناحية الآن سيد فارس، البرمجية بأن ليست واضحة المعاني. الحوثي ينقل إجراءات بناء الثقة إلى السويد، هل هذا يعني أن هذه هي ستكون أجندة العمل، والبعد ربما عن مناقشة الأولويات، الشق السياسي أولا أم الشق الأمني، وهي محور الخلاف الذي كان في الجولات السابقة؟ هو للأسف لم يستطع المبعوث الدولي أن ينتقل إلى تلك المرحلة، مع أنه عندما جاء قال أنه سيبدأ من حيث انتهى المبعوث الدولي السابق، لكن للأسف بدأ بملف الحديدة وتعثر به، ثم أراد أن يشتغل على مسألة ملف الأسرى، وربما يحقق نجاحا في ذلك، لكن كان يفترض أن تذهب هذه المشاورات إلى الحديث كما ذكرتي عن الملف السياسي والملف الأمني بعد أن تتم إجراءات بناء الثقة على الأرض، لكنه أراد أن يكون الأمر مفتوحا أو لم يستطع أن يصل إلى تلك المرحلة بحكم المعيارية التي مارستها الأمم المتحدة، ولذلك أقصى ما يمكن أن ينجح به هو أن يلتئم الطرفان لا أقل ولا أكثر، وإذا ما التئم الطرفان فإنه سيعد هذا نجاحا بالنسبة له، لكن هل أن اليمنيين يرفعون سقف التفاؤل في هذه المشاورات؟ أنا أتصور أنها لن تكون نسبة عالية، بدليل أن طبيعة النقاش الذي سيتم حتى الآن غير واضح المعالم، وبالتالي هنالك رغبة في أن تطرح كثير من القضايا. إذا خرجت هذه المشاورات حتى بملف الأسرى فأعتقد أن ذلك ربما يكون اختراقا بسيطا، لكن ليست المشاورات بذلك الحجم وبذلك وبتلك الآمال التي يتوقعها اليمنيون ويتوقعها المجتمع الدولي وينتظرها اليمني للخروج من هذه الكارثة، وذلك لأسباب عديدة أهمها أن الأمم المتحدة لا تعمل على مفاتيح الحل بشكل واضح وصريح وليست واضحة في تحديد المعرقل. شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي اليمني فارس البيل، حدثنا من القاهرة.